شرب الماء بكثره كما نعلم اعزائي بان هناك مقوله معروفه بان الزائده اخو الناقص وذلك ماذا نعني بانك يجب ان تتناول جميع الامور بكميات معتدله لا يجب عليك الاكثار والتقليل من شرب الماء فيجب ان تشرب بالمعدل الطبيعي يؤدي شرب الماء بكثره الى فرط سوائل الجسم أو ما يسمى بالتسمم بالماء الذي ينتج عنه انخفاض واضح وكبير في مستوى الصوديوم وانخفاض مستوى المواد الكهرالية فجأة الذي من الممكن إلى أو أن يؤدي في نوع ما في بعض الحالات إلى الوفاة وذلك ما حدث مع شخص أجنبي في دولة أو في ولاية كندا في بعض الدول الكنديه فبالتالي اكثر من شرب الماء بشكل كبير جدا مما ادى الى وفاته